السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. تعالوا نشوف فيديو اليوم النهاردة. طبعا بوريكم بالنسبة للفرخة، هي يعني لله الحمد، الحمد لله بدأت تتحسن يعني جالها كمان هو صديق معاها اللي هو برضو نفس الشكل، فأنا بحمد ربنا برضو بالنسبة للفرخة أو الديك ده، بالنسبة اللي هو حتى المرض ده هو يعني بدأ يظهر كده. لكن الأول بالفعل كانت الحاجة تبقى واقفة قدام الواحد كويسة، وتبدأ مثلا يعني أشوفه بيدن وبياكل وتمام التمام، وعلى ما أطلع له الصبح بلاقيه ميت. فجيت النهاردة برضه هو لقيت حتى البدر ده برضه الكتكوت ده لقيته برضه نفس الشكل نفس البربرة، يعني الحمام بتاعه أبيض جدا جدا. بدأت اللي انا اشتغل معاه باللي هو الكابكت اللي هو المركب برضه اهوت. بدأت املأ السرنجة تمام 3 سنتي، اللي هي السرنجة الثلاثة سنتي ديت، يعني اعتبر اديته اول جرعة 6 سنتي، سحبت له سرنجتين اتنين، وبدأت اللي انا اديته السرنجتين على بعض تمام. وبدأت برضه اديته حباية برشام اللي هو اللي هي الكبسولة اللي هو ده برضه اللي هو سودستين تمام. ده ما لقيتش منه شراب، فبدأت اللي انا لقيت منه اللي هو الكبسولة اهوت تمام. ده عشان برضو البكتيريات والحاجات اللي معاه. وبدأت برضو اشتغلت معاه باللي هو الفلاجين، فلاجين برضو مطهر معوي تمام. وبرضو نشتغل معاه برضو بدواء السخونية. اي دواء سخونية خافض حرارة لازم نديله دواء سخونية خافض حرارة، لكن لو انا اديته حاليا دلوقتي حقنة سوفيتاكس مش هيقدر اللي هو يتحملها. يعني في مكان واحد يقول لي اديله حقنة سوفيتاكس او مضاد حيوي، لو انا اديته مضاد حيوي دلوقتي هيبدأ اللي هو ينهيه بسرعة، هينهيه ازاي في مكانه ويموت من الواحد، يعني على ما ياخد المضاد حيوي يعني يرفرف ويموت، فعمره ما هيستحملها. فيعني عايزه مثلا يبدأ يثبت معاك تاني ويبدأ يقف تاني على رجله، ببدأ أهم حاجة يقطع الإسهال. أهم حاجة لو قطع الإسهال تبدأ تعالجه بعد كده في أي حاجة تاني. يبدأ بعد كده تبدأ بقى إيه اللي أنت تديله، حتى لو أنت اديته مضاد حيوي وحقنة سوفيتاكس، مش حقنة كلها كاملة، نص الحقنة مثلا، أو مثلا بعمل الحقنة بديها له مثلا على 4 شكات، كل 12 ساعة ببدأ أديله مثلا منها. إن كنت بديله مثلا بخفها بالمية كلها بصراحة، وببدا مثلا اديله مثلا منها 2 سم ونص. فبتبدا مثلا في الوقت ده، بس بعد ما يقطع اسهال خالص ويبدا اللي هو يتحسن قدام الواحد تمام. فالحمد لله بالنسبه للبربره ديت الحمد لله. وببدا اللي انا اعمل له كمادات، يعني جسمه كان سخن جدا، ببدا اجيب ميه على الوش، على وشه وعلى صدره، ببدا احط له ميه بحيث اللي هي تفك السخونيه ديت برضه تمام. فهو يعني كمان برضو ده نفس الشكل، برضو الحمام بتاعه ابيض جدا، يعني كله برضو خلي باله طول ما حاجة زي كده. او انت مثلا حابب بقى بعد كده تعمل نفس التركيبة اللي انا كنت عاملها قبل كده، اللي هي موجودة على برضو عملناها برضو تاني التركيبة برضو اهو. لما بتلاقي الحمام بتاعه كده ابيض خالص كده، ابيض ميه ميه جامد، ده هو دلوقتي حاليا بدأ يتماسك بحيث عشان خاطر الدواء اللي انا اديتهوله. لما اديت له الدواء اللي هو اللي انا اديته له ده اللي هو الكابكت والحاجات دي، اديتها له يعني ما خفتهاش بميه، يعني بسحب بالسرنجه من قلب الازازه واديها له على طول مباشر. ليه؟ على ما يبدا يقطع، لان لو انا حطيتها له في ميه هتبقى ايه ضعيفه شويه. فانا بديله في اليوم، يمكن انا دلوقتي اهوت الصبح اهوت حاليا دلوقتي بدات ان انا اديته مثلا ايه يجي الستة سنت دول، ببدا كمان ماشي على الظهر كده ببدا اديله كمان جرعه، بالليل ببدا اديله كمان العصار كده ببدا اديله مثلا ايه كمان جرعه، بحيث ان هو يقطع الاسهال ده وابدا انهيه منه خالص تمام. اي بقى برشام تاني برضو عشان المكرو والمكروبات والحاجات دي زي اللي هو الانتينال والحاجات ديت، نبدا نديله الحاجات ديت باذن الله يبدا يتحسن معانا، وباذن الله هبدا معاكم برضو يعني لغايه ما يتحسنوا باذن الله وربنا يبارك فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.